السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقائي الاعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اشرف حكيمي اليوم لعب ضد اصدقاء الامس وسجل هدف امام الفريق ديالو السابق، قدم مباراه اقل ما يقال عنها كبيره وكبيره جدا. اصدقائي المغاربه، غادي نخليكم تشوفوا وحكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا على داك اللايك وخليوا الفيديو يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو كيف دايما. اصدقائي الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما دارش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركونا على داك اللايك وتبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.